بس خلينا كمان ناخد وجهه نظر اخرى ومهمه للاستاذ ثروت الخرباوي الكاتب والمفكر. استاذ ثروت مساء الخير يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيبه، مساء النور يا استاذه عزه، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. استاذ ثروت، هل بالفعل سؤالي ترامب هيقدر يصنف جماعه الاخوان جماعه او تنظيما ارهابيا؟ هو الحقيقه مش من سلطاته بشكل فردي، يعني البيت الابيض لا يملك بشكل فردي ان هو يصدر مثل هذا القرار، لانه لازم يمر عبر قنوات فرعيه هناك منها الكونجرس، لازم يكون في جهات اخرى لها تاثير كبير توافق، زي البنتاجون مثلا او زي المخابرات الامريكيه. ملاحظ طبعا انه جماعه الاخوان بتحظى برعايه من المخابرات الامريكيه، في مصالح ايضا للبنتاجون مع ميليشيات مسلحه تابعه لجماعه الاخوان انها يكون لها وجود في المنطقه. فبالتالي مساله انه ترامب وحده يملك هذا القرار، لا، هو لازم يتم عبر قنوات، ويجب ان تكون هذه القنوات لديها الرغبه فعلا في ادراك جماعه مهمه الرغبه دي أي. الارهابيه، خصوصا ان الاخوان ملاحظ ان كان لهم وجود قوي في الكونجرس برضه. نعم. ولهم اتباعه، هم استطاعوا ان يصلوا، يعني حتى في الدوره الرئاسيه الماضيه لاوباما كان لهم وجود في البيت الابيض بشكل قوي بشكل مؤثر. الوجود ده ما بينسحبش فجاه حتى من المؤسسات الامريكيه، وفي في الجامعات هناك ايضا في اقسام العلوم السياسيه وما يتعلق ب علوم الشرق وجماعات الإسلام السياسي. نعم. في جمعيات تدعم نشاط الجماعة، بل أنا عايز أقول لحضرتك أن معظم الأقسام في الجامعات الأمريكية العاملة في هذا النطاق هي على صلة قوية بجماعة الإخوان، وكثير من الباحثين الإخوان بيدرسوا سواء من الامريكان جنسيه امريكيه او غيرها. نعم. بيعملوا في هذه الجامعات، لذلك دي النقطه الاولى استاذ عزه، مساله انه هناك بقى في تيار عام. دي نسبه يعني. نسبه كبيره. بالاضافه الى انه جماعه الاخوان نجحت في ان تقدم نفسها في الغرب بانها جماعه مضطهده، او انها بتصدر ضدها احكام بالحبس، او انها كانت بتصارع على الحكم بشكل ديمقراطي. الكلام ده، الصوره المزيفه دي قدرت الاخوان تلعب بيها وتحطها في الذهنيه العامه في الغرب عموما، يعني وبقى في صحف نيويورك تايمز وغيرها بيتكلموا بشكل واضح ومنحازين الى جماعه الاخوان. واظن انه حتى بعض القنوات التلفزيونيه هناك واضح جدا تحيزها لجماعه الاخوان، دي حاجه. بس برضو عايز اقول، لنفترض جدلا انه ترامب استطاع ان يصدر مثل هذا القرار. نعم. عايز اقول لحضرتك على ارض الواقع ما قيمه هذا القرار ان صدر. عشان ما نضخمش حاجه ونحطها في سياق مش السياق بتاعها ابدا. الحقيقه قيمته هتبقى قيمه معنويه فقط. ليه؟ لانه أنا عايز أقول لحضرتك مفاجأة، مفيش كيان في العالم له صيغة رسمية أو شرعية موثقة في الأوراق أو الدفاتر الرسمية في الدول اسمه كيان جماعة الإخوان المسلمين. تمام. لا في أمريكا ولا في غير أمريكا، ولا التنظيم الدولي لجماعة الإخوان له كيان رسمي، بحيث إنه لما يتم إدراجه في قائمة الكيانات الإرهابية يقوم جري رايحين على البنوك ورايحين على كذا أو كذا عشان نتحفظ على يعني ما ينفعش نخليهم زي قرارات تجاه حزب الله مثلا، تقصد كده؟ لا لا طبعا، ما هو برضو يعني بصي الحاجات دي كلها أنا عايز أقول لحضرتك إنها استهلاك للترويج لدينا نحن، عشان ما نبقاش فرحانين أكتر من اللازم. ليه؟ لانه جماعه الاخوان دي بتمتلك شركات ومؤسسات اقتصاديه ضخمه جدا بنسبه كبيره، ما ده اللي كنت بقول لحضرتك عليه، وقنوات تلفزيونيه، التنظيم الدولي بيمتلك دوله ماليه ضخمه جدا. الدوله الماليه دي مش اسمها دوله الاخوان بشكل رسمي، لا. تمام. دي شركه كذا او شركه كذا او شركه كذا. هل سيتضمن القرار ان صدر من ترامب او من اداره ترامب ادراج الكيانات التابعه
لجماعة الإخوان من ضمن الكيانات الإرهابية؟ هل الكلام ده هيحصل؟ ثم إذا ما حدث، إذا فرض جدلا أنه تحفظ على كم شركة من الشركات أو كده أو قناة تلفزيونية أو صحيفة أو غيره، ما هو القانون في أمريكا بيعطي الحق للصدر ضده قرار أن هو يتظلم أمام المحكمة الفيدرالية وأمام المحكمة الفيدرالية بتنظر. طيب حضرتك تابعت ورصدت ردود فعل الإخوان إيه تجاه ما يحدث من إدارة ترامب؟ هو استخدامه ردود الفعل ردود الفعل، هو بصي عايز أقول لحضرتك ليس هناك انزعاج من جماعة الإخوان، ما فيش انزعاج، مش منزعجين من هذا الأمر، وكأنهم متأكدين أن هذا القرار لن يصدر أو أنه إذا صدر لن يصيبهم بأي ضرر. المسألة فقط هي مسألة الناحية السياسية أو الإعلامية فقط، أنه من الممكن أن يستغل هذا القرار ضد جماعة الإخوان معنويا ونفسيا، ويخلي ناس كتير من اللي هي المفروض كانت مقبلة على الجماعة أو تتحالف معها سحب الدعم المعنوي مهم ومش قليل وناس كتير هتخاف تتعامل كيانات بدليل انه اردوغان يا فندم يعني بقى ليه تصريحات كتيرة بخصوص هذا الموضوع، او حزب اردوغان، يعني حزب اردوغان قال ان في تحرك امريكا ضد الاخوان المسلمين هيدمر الديمقراطية في المنطقة، ده من وجهة نظرهم. اقصد اقول لحضرتك انه انعكاس هذه الدراسة على قطر وعلى تركيا بقى ليه رد فعل سريع. لا عايز اقول لك حاجه ثانيه كمان، فضل. وزير خارجيه ايران النهارده صحيح لما بيستنكر انه امريكا من الممكن ان تتخذ هذا القرار، تمام. ايش جاب لجاب؟ ايش جاب شيعه ايران الى جماعه الاخوان السنيه؟ كنت حاجي لحضرتك لده لانه ده قاله من الدوحه تحديدا، وزير خارجيه ايران يتباكى رافضا ما حل بالاخوان. صحيح، يبين انه المساله مش مجرد ايران بس، لا ايران وقطر وتركيا في مثلث، هنا المثلث دوت بيتحرك. جماعه الاخوان اداه من الادوات بتاعتهم اللي بتستخدم علشان تحقق لكل بلد من هذه البلاد ما تريد. فجماعه الاخوان مستخدمه في هذا الامر، وبما انها اداه من ادواتهم هم مش عايزين يفقدوا هذه الاداه او حتى على الاقل يقللوا من الفاعليه بتاعتها. لذلك يجي ايران ووزير خارجيه ايران يتحدث في هذا الموضوع، صحيح، امر في منتهى الغرابه للذي لا يعرف طبعا. صحيح.